لا لقاء. بتقولوا لي اي متى فيني بلش؟ كل شيء ماشي؟ فكر نحن جاهزين، نحن جاهزين، الكل حاضر. وقت تكون حضرتك جاهز انا جاهز. هلا بعد في دقيقه يمكن لاثنين دقيقه. لا مش مشكلة، فينا نبلش بس تكون جاهز. بدي اقول لك اول شيء يعطيك الف عافيه، نتشكرك على هالمداخله بالوقت اللي كثير صعب ونحن كثير بحاجه. بعد ما سمعتوها بدنا نرجع، بعد ما سمعتوها يمكن ما تتذكروني. قبل ما نسمع عم نعرف قد ايه المحتوى حيكون كثير حلو وكثير مهم بهذا بهي الاوقات. اوكي نحن جاهزين دكتور. يلا فاذا في البدايه اريد ان اهنئ حلقه نفسانيون او جمعيه نفسانيون واشكرها نهنئها واشكرها على الاعتناء بالذات اللبنانيه، لأن وضعية تفرض علينا أن نعتني بهذه الذات. قراءة فلسفية في الذات اللبنانية، هذا هو العنوان الذي اخترته للمداخلة. لا يمكننا الحديث عن الذات اللبنانية بمعزل عن المكتسبات المعرفية التحليلية التي أنجزتها العلوم الإنسانية المتصلة بالذات الإنسانية وبالذات العربية، لأننا جزء من الذات الإنسانية والذات العربية. الذات اللبنانية تشارك هاتين الذاتين في عناصر شتى، وما يصح في الذات الإنسانية يصح في الذات اللبنانية، وما يصح في الذات العربية يصح في الذات اللبنانية. ولكن للذات اللبنانية سياق خاص، قرائن معينة، سمات، خصائص محددة، انطباعات أو ما أدعوه أنا بالابتلاءات، ابتلاءات فريدة تجعلها في حاجة إلى تناول علمي لبناني خاص. والمفترض أن العلوم الإنسانية اللبنانية هي التي يجب أن تطلع بهذه المسؤولية. العلوم الإنسانية الكونية لا سيما النفسيه والفلسفيه منها تساعدنا على فهم الذات الانسانيه الكونيه، ومنها الذات العربيه والذات اللبنانيه. العلوم الانسانيه العربيه ولا سيما الفلسفيه النفسيه والفلسفيه منها تساعدنا على فهم الذات العربيه ومنها اللبنانيه. أما العلوم الإنسانية اللبنانية ولا سيما النفسية والفلسفية منها فهي تساعدنا على فهم الذات اللبنانية. ما الذي يسوغ لنا أن يقتصر حديثنا على الذات اللبنانية يعني حصرا؟ أسارع إلى القول بأن الحديث عن الذات اللبنانية يفترض فينا فهما سابقا للذات الإنسانية والذات العربية، لأن الذات الإنسانية، الذات اللبنانية كما قلت هي جزء لا ينفصل من الذات الإنسانية والذات العربية. يعني يمكننا القول بأن الذات اللبنانية تشارك الذاتين الإنسانية والعربية في بعض السمات وتتميز منها منهما بسمات أخرى. سأسوق مثالا واحدا. العلوم الإنسانية العلوم الإنسانية الكونية ومنها النفسية والفلسفية تبين لنا أن الإنسان على وجه العموم كائن عقلاني كلامي مائت خطاء وما إلى ذلك. إذا أخذنا العلوم الإنسانية الأفريقية ومنها النفسية والفلسفية تكشف لنا أن الإنسان الأفريقي متأثر في بعد من أبعاد وعيه ب جريمة الاستعباد أو العبودية، وهو ما زال يحمل في باطن وعيه ذاكرة الاستعباد هذا منذ استفحال الاستعمار الغربي. أما العلوم الإنسانية اللبنانية ومنها النفسية والفلسفية فهي تظهر لنا أن الإنسان اللبناني مبتلى، مصاب بانجراحات، بآفات
لصيقة باختباراتي الثقافية والاجتماعية والسياسية. عانيت بها انجراح ما أدعوه انجراح المجهولية الولادية، سأفسر ذلك فيما بعد. المجهولية الولادية يعني نحن نجهل أصلنا وهويتنا ونتعارك، نتقاتل، نتحارب، نتخاصم على هذا الأمر، نتنازع في هذا الأمر. الطائفية اللبنانية، الفساد اللبناني، العنجهية اللبنانية أو التعظم الذاتي اللبناني. ذكرت هذه الابتلاءات التي تلتصق بالذات اللبنانية دون غيرها، مع أن لها تجليات في المجتمعات الإنسانية الأخرى، ولكن عوارض هذه الابتلاءات في الاجتماع اللبناني تجعلها على فرادة مذهلة لا مثيل لها، وسأفصل ذلك فيما بعد. لذلك ينبغي التمييز بين تحليل الذات العربية وتحليل الذات اللبنانية. هناك عناصر مشتركة ولكن هناك تمايزات سياقية تسوغ لنا أن نواصل اجتهادنا في إنشاء علوم إنسانية لبنانية، ومنها على وجه الخصوص علم نفس لبناني، تحليل نفسي لبناني، وطب علاجي لبناني. وهذا يعني ناشط في الأوساط اللبنانية كما سنرى. فإذا أعيد فألخص بأننا لا نستطيع أن نتناول الذات اللبنانية تناولاً تحليلياً نفسياً من غير الاستناد إلى المعارف، معارف العلوم الإنسانية الكونية والعربية. لماذا؟ لأن الإنسان، لأن الناس جميعاً في خصائص الانتماء البشري، وأو في المرتبة الثانية عربي، يشارك الإنسان العربي في سمات الانتماء السامي المشرقي، وهو في المرتبة الثالثة لبناني، ينفرد عن الآخرين باختبارات مقترنة بأوضاعه التاريخية المتراكمة. لذلك قد يستند تحليلي إلى هذه المدرسة النفسية أو تلك، إلى هذا المذهب الفلسفي أو ذاك، وهي تيارات ومذاهب كثيرة ولا سيما في علوم النفس يعارض بعضها بعضا وفي غير موضع من مواضع التحليل. أذكر أبرز مدارس علم النفس المعروفة على يعني على وجه الإيجاز. هناك المذهب النفسي البنيوي ستركتوراليست مع فيلهلم فونت وتيتشنر إدوارد تيتشنر، المذهب النفسي الوظيفي فونكسيوناليست مع الفيلسوفين ويليام جيمس وجون ديوي، المذهب النفسي المسلكي بيهافيوريست مع جون واتسون وبروس سكينر، المذهب النفسي الشكلي مع الربع الشكلي جشتالت مع ماكس فيرتهايمر وكورت كوفكا وفولفغانغ كولر، المذهب النفسي التحليلي المعروف بأركانه الأربعة زيغموند فرويد، كارل غوستاف يونغ، ألفريد أدلر، جاك لاكان. وهناك المذهب النفسي الإنسي هيومانيست مع كارل روجرز وما يدعى بالأناليست ترانساكسيونال الذي يعبر الأفعال، العبر الأفعال. وهناك المذهب النفسي النصفي سيستميك مع بول باتسلافيك، فيرجينيا ساتير، جون ويكلاند وسواهم. وهذا مذهب يعتمد الشفاء الأسري تيرابي فاميليال، ولا سيما في مدرسة الأمريكية المشهورة في كاليفورنيا بالو ألتو مع غريغوري بيتسون. وأخيرا المذهب النفسي المعرفاني كوجنيتيفيست مع جورج ميلر، والمحاضرات الشهيرة التي ألقيت في نيويورك كونفرنس دو ماسي عن علوم الأعصاب نيورو سيونس والسيبرنتيك. هذه المذاهب النفسية التي أوجزتها هي التي تلهمنا القدرة والمعرفة التي تؤهلنا لكي نحلل ذاتنا اللبنانية. لكن الخلاصات التي سأخرج بها تظل مبنية على ما أعاينه، ما عاينته
على معاينة الوقائع الاجتماعية والسياسية والثقافية والتربوية والنفسية التي تطبع وجودنا اللبناني على وجه الخصوص. إذن لا يمكننا أن نحلل الذات اللبنانية من دون النظر في ما أدعوه وما يدعوه علماء النفس والتربية والفلسفة وما إلى ذلك الترسبات العقدية، عقدة التشنجات الانفعالية، الانقباضات الكتمية، كتمة هذه كلها تراكمت احتشدت في قاع ذاتنا اللبنانية على تعاقب الأزمنة القديمة والحديثة، والذات اللبنانية حصيلة هذه الاختبارات الباطلية الوجدانية الغورية الأغوار، وقد فعلت فعلها في نحت شخصيتنا اللبنانية الفردية والجماعية. لن أستفيض في تحليل هذه الترسبات، بل سأكتفي باستجلاء بعض من أثارها الظاهرة وعوارضها البينة. ولكن قبل ذلك أود أن أذكر بعض الجهود البحثية التي بذلت من أجل تحليل الذات العربية والذات اللبنانية. أذكر باقتضاب بعض عناوين الدراسات الفلسفية والأنثروبولوجية والتحليلية النفسية التي تناولت أولاً الذات العربية، والأسماء معروفة، ولكن من باب الأمانة المنهجية ينبغي لنا أن نذكر ما تراكم من معارف، لأننا لا ننطلق من عدم معرفي. علي زيئور الشخصية البحثية المعروفة، كتبه، عناوين الكتب تفصح عن الجهود التي بذلت في تحليل النفسية العربية، التحليل النفسي للذات العربية، أنماطها السلوكية والأسطورية، المدرسة العربية في التحليل النفسي، كتاب آخر، الكرامة الصوفية والأسطورة والحلم، القطاع اللاواعي في الذات العربية، القطاع اللاواعي، الأريكة التحليل النفسية والمقعد الفلسفي داخل الدار العربية للنفسانيات والفكر الاجتماعي والصحة الحضرية. أذكر أيضا باحثا مرموقا هشام شرابي الذي أنشأ دراسات في النظام الأبوي العربي، وله كتاب عنوانه مقدمات دراسة المجتمع العربي، يدرس بنية الأسرة في المجتمع العربي ويستخرج بعض الخصائص الاتكالية، العجز، التهرب من المسؤولية، الوعي والتغيير، ولو كتاب آخر في النقد الحضاري للمجتمع العربي. أذكر أيضا في هذا السياق هشام جعيط الذي اجتهد في تحليل المناخ الذهني والعقلي للعصر العربي القديم، وحاول أن يستجلي سبل التفكير السائدة، واستعرض المفاهيم والمقولات والبنى التي تكون الشخصية العربية. له كتاب عنوانه الشخصية العربية الإسلامية والمصير العربي، كتاب آخر أزمة الثقافة الإسلامية، تأسيس الغرب الإسلامي، الفتنة، كتاب مهم، شدلية الدين والسياسة في الإسلام المبكر. وأيضا أذكر باحثا مرموقا وهو فيلسوف سوري جورج طرابيشي الذي اعتنى بترجمة فرويد، أعمال فرويد إلى العربية، وعاب عليه بعض أهل الاختصاص تسرعه في تعريب هذا المفهوم أو ذاك. كتبه المرض بالغرب، تحليل نفسي للمثقفين العرب بعد نكسة أو ما يدعى بردة، ما يدعوه وردة 1967، المثقفون العرب والتراث، التحليل النفسي لعصاب جماعي، من النهضة إلى الردة، تحليل أسباب النقوص والتراجع الثقافي في العالم العربي، شرق وغرب، رجولة أنوثة. كتاب آخر شديد الأهمية عنوانه هرطقات، وهو ينوي به إصلاح الثقافي والديني الذي يعتبره شرطا ضروريا في تطبيق الديمقراطية في العالم العربي. لا بد أيضا في هذا السياق من ذكر كتاب التأسيسي للمفكر والشاعر والأديب أدونيس، الثابت والمتحول، بحث في الإبداع والإتباع عند العرب، ولا سيما في قسم المتعلق بصدمة الحداثة وسلطة الموروث الديني. هذا في السياق العام لدراسة الشخصية العربية والاجتماع العربي من الزاوية أيضا نفسية. هناك دراسات نفسية متخصصة في العالم العربي تتناول كيفية استدخال علم النفس في الاجتماع العربي. أذكر بعض هذه الدراسات:
علم النفس في التراث العربي الإسلامي الزبير البشير طه، آفاق توطين علم النفس في العالم العربي عمر هارون الخليفة، أزمة علماء النفس المسلمين مالك بدري، نشوء وتطور الفكر النفسي الاجتماعي عند العرب نزار عيون السود، النفس الإنسانية لدى علماء النفس الغربيين وعلماء النفس المسلمين صالح ابن إبراهيم الصنيع، علم النفس العربي عبد الستار إبراهيم، نحو سيكولوجيا عربية وهو للمحلل النفسي اللبناني الشهير محمد أحمد النابلسي، العربية وعلوم النفس يحيى الرخاوي هو عالم نفس مصري معروف، الدليل النفسي العربي أيضا للنابلسي، أفاق طب نفسية عربية لأحمد عكاشة وغيرها. هناك أيضا بعض الدراسات التي تعالج حقولا معينة من الحياة الإنسانية العربية، أذكر بعض هذه الدراسات لأنها تتناول حقلا من الحقول المتأزمة، دماغ أمة في خطر عمر هارون الخليفة، أو تأملات نفسية في الثورات العربية صادق السمرائي، سيكولوجيا السياسة العربية عبد الله عبد الحي موسى، وهناك أيضا ثلاثية النابلسي المشهورة، النفس المقهورة والنفس المفككة والنفس المغلولة. أيضا دراسة قطاعية تتناول قطاعا من قطاعات الوعي العربي، الوسواس القهري من منظور عربي إسلامي لواء الهندي، أو أيضا هناك دراسات تتناول شخصية شعب عربي من الشعوب، تشريح الشخصية المصرية أحمد عكاشة هو كان رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، أو علم النفس في اليمن معن عبد الباري، ودراسات أخرى. هذا في الاجتماع العربي، أما في دراسة الذات العربية، أما فيما يتعلق بالاجتماع اللبناني فإني أذكر بإيجاز بعض الدراسات التحليلية النفسية التي تناولت الذات اللبنانية، ودون أن أصنفها أو أطلق عليها أي نوع من أنواع الأحكام. هناك اسم لامع معروف، منير شمعون أستاذ النفس في الجامعة اليسوعية القديمة، كتب بالفرنسية وتناول مشاكل الأسرة في لبنان، تناول الخرافات في لبنان، الجوانب النفسية والاجتماعية، الجوانب النفسية في ثنائية اللغة. ولدينا أيضا باحث مرموق مصطفى الحجازي الذي أيضا اعتنى بتحليل جوانب من الذات اللبنانية، التخلف الاجتماعي مدخل إلى سيكولوجيا الإنسان المقهور، الإنسان المهدور، إطلاق طاقات الحياة، قراءات علم النفس الإيجابي، الصحة النفسية، علم النفس والعولمة، رؤى مستقبلية في التربية والتنمية. هناك أيضا دراسة للمجتمع اللبناني أنشأها النابلسي محمد أحمد النابلسي، الأمراض النفسية وعلاجها، دراسة في مجتمع الحرب اللبنانية. وثمة كتابان، كتاب قديم منذ السبعينيات وكتاب حديث، مغموران، وهما كتاب الأب يوسف المونس وهو طروح الدكتوراه، تناولت العناصر البنيوية في الشخصية اللبنانية، كتب بالفرنسية les éléments structuraux de la personnalité libanaise. والكتاب مضطر أن أذكره، هو كتاب لي صدر في 2016 تناولت في الذات اللبنانية، وعنوانه أهؤلاء هم اللبنانيون، عوارض الاضطراب البنيوي في الذات اللبنانية، يعني هو أقرب ما يكون إلى تحليل الذات اللبنانية من منظور تعددي الاختصاص فلسفي ونفسي واجتماعي وسياسي. وهناك أيضا جمعيات اعتنت لبنانية اعتنت بمسائل علم النفس وميدين، لن أذكرها كلها، جمعية لبنانية التحليل النفسي، جمعية لبنانية لعلم النفس للدراسات النفسية، جمعية إدراك، جمعية إبطال الحساسية وإعادة المعالجة عبر حركة العينين وMDR، نفسانيون أيضا. هذه الجهود كلها منعقدة من أجل تحليل الذات اللبنانية. أطلت بعض الإطالة في ذكر هذه المعلومات التوثيقية في القسم المنهجي الأول الإعدادي
محاضرتي لكي أبين أن كل تناول للذات اللبنانية ينبغي له أن ينسلك في سياق هذه المكتسبات المعرفية التي أنجزتها هذه الأبحاث الرصينة في المجتمعات العالمية، في المجتمعات العربية وفي المجتمع اللبناني. هذا في المنهج وفي التمهيد. أمضي الآن إلى عمق الموضوع وأتناول الذات اللبنانية في أربع معاينات. هذه المعاينات التي سأستعرضها مستخرجة من خلاصات قراءاتي في أبحاث التاريخ اللبناني، أبحاث علم الاجتماع اللبناني، أبحاث علم النفس اللبناني، الأبحاث الأدبية اللبنانية، أبحاث علوم السياسة والاقتصاد اللبنانية، وأبحاث التفكر الفلسفي اللبناني وهو اختصاصي الدقيق في الجامعة اللبنانية. إذن هذه المعاينات التي سأسوقها في هذه المحاضرة هي على الأغلب فلسفية، يعني فكرية ثقافية واجتماعية نفسية تربوية. أبدأ بالمعاينة الأولى. أظن أن كل شيء على ما يرام، الصوت واضح والصورة والنقل كل شيء تمام دكتور، صوت تمام والصورة عظيم. سأواصل. المعاينة الأولى عنوانها معضلة النشأة الكيانية الجماعية المبهمة، أو ما أدعوه انجراح المجهولية الميلادية أو الولادية. سأفسر ذلك كله. أنا أعتقد في هذه المعاينة الأولى أن اللبنانيين في لاوعيهم الجماعي يعانون أزمة حادة في الهوية الجامعة المانعة الضائعة. لكل قوم، لكل شعب هوية جامعة مانعة، ولكنها عندنا ضائعة. لذلك يصرف اللبنانيون جهودهم في البحث عن أصل هويتهم، عن جذور كيانهم، ويختلفون اختلافاً مهلكاً في تعيين عناصر الذات الجماعية. ويبدو لي أن هذه الأزمة، هذا الإعضال، هذه المعضلة، هذا الاضطراب النفسي الجماعي الذي ينعكس على الذات الفردية، يمكن أن نقربه من ما يدعى بالعلوم الإنسانية النفسية الكونية trouble de l'origine perdue ou de l'identité brisée أو trouble dissociatif de l'identité. Trouble dissociatif de l'identité. يعني قد يشبه المرء حالهم، حال اللبنانيين، بحال مرضى ضياع الأصل الذاتي. هؤلاء المرضى فقدوا القدرة على الإمساك بقوام كياني ذاتي، قوام كياني ذاتي. هذا القوام يمنح الإنسان، كل إنسان، وفي الحالة اللبنانية يمنحنا المنعة الذاتية، التماسك الضمني، الانتظام النفسي التناغمي، والوحدة الذاتية المركزية. وهذه الوحدة هي التي تضمن سوية الفكر والقول والفعل، الفكر السوي والقول السوي والفعل السوي، وتلازم هذه الأمور الثلاثة في المسلك الإنساني اللبناني الفردي والجماعي. لذلك يستعيد اللبنانيون عن ضياع الهوية الأصلية أو عجزهم عن الإمساك بهذه الهوية أو الاتفاق على هذه الهوية، يستعيدون بالتعزية. من أين تأتي هذه التعزية؟ هذه التعزية تمنحهم إياها الفكرة الفائقة التقدير أو المهيمنة، وهذا مفهوم اقتبسته من دراسات علم النفس. الأصل الألماني دي überwertige Idee، l'idée surévaluée، عرضتها الفكرة الفائقة التقدير التي نسب إليها قدر مفرط من الأهمية، l'idée dominante، l'idée surévaluée. ومفهوم صاغه عالم الأعصاب الألماني، عالم النفس التحليلي، كارل فيرنيكه، ومن ثم أخذته عنه عالمة النفس الهنغارية الأمريكية تيريزي بنديك وطورته. يستعيد
اللبناني يستعيد اللبنانيون عن هذا عن ضياع الهوية بتمسكهم بفكرة ينسبون إليها قدرا هائلا من الأهمية. لأن الإنسان في خضم لا يقين، الإنسان الذي فقد هويته فقد أصله، ليس له من نجاة عابرة أفضل من تلك التي يضمنها للفرد وللجماعة أن يتصوروا الواقع تصوراً مفرطاً يبالغ في ادعائه اليقين والثبوت والحق، وهذا التصور هو الذي يتحول من بعد ذلك إلى إيديولوجيا في لوعي كل جماعة لبنانية على حدة. أعني بذلك تعويضاً عن مجهولية الولادة الأصلية، تنحت الذات اللبنانية في كل جماعة، تنحت لذاتها صورة مثالية مبنية على هذه الفكرة المهيمنة، هذا التصور الادعائي المطلق، فتنسلخ عن واقعها المأزوم وتسكن قصراً بهياً لا وجود له على الأرض، على أرض الواقع. وهنا نصاب بما يدعى المفهوم النفسي كليفاج دي موا، بمعنى التضارب بين الأنا الواقعية والأنا المثالية، موا غيال موا إيديال ومن إيديال. وعليه يعاين المرء في الاجتماع اللبناني إما ذوات مثالية مريضة موهومة مدعية تتبختر في الشارع اللبناني على غير هدى، يقاتل بعضها بعضا انتصارا لفكرة إغوائية مؤدلجة، الفكرة سور إيفالوية المهيمنة متصلبة، فكرة إغوائية مؤدلجة متصلبة تعزي الناس لما فقدوه من أصل هويته. فإذن المرء يعاني في الاجتماع اللبناني إما ذوات مثالية مريضة وإما ذوات ضائعة خائبة مذلولة أفضت بها الواقعية، يعني واقعية الانعطاب الكياني وواقعية فقدان الأصل، إلى الإعراض عن كل أصناف المثالية. الذات الخائبة لا يمكنها أن تكون ذاتا مثالية، فانخرطت هذه الذوات الضائعة الخائبة في مذبحة الذات، مذبحة الآخر، مذبحة الطبيعة، مذبحة البيئة، مذبحة المجال العمومي، ومذبحة كل شيء يتنفونه. هنا أيضاً يمكننا أن نشبه هذا الاعتلال، هذا المرض، باثولوجيا، أقرب تشبيه للاعتلال الذات اللبنانية هذا هو مفهوم الذات الشفيرية، شفير، الشفيرية، المترجحة بين عشق المثال ورفض الواقع. وهنا يحضرني ما قاله عالم النفس التحليلي تشارلز هاملتون هيو عن الـ personality borderline، personality limit، لا تنتمي إلى المثالية ولا تنتمي إلى الواقع، وهي في ترجح وتمايل دائم. في هذه المعاينة الأولى إذن تمكننا من أن نصف، نحلل، نمسك بأزمة المجهولية الميلادية، ضياع الأصل وضياع الهوية. من هذه المجهولية الميلادية تنبثق ثلاث محن مؤلمة سأستعرضها، هي محنة تمجيد الأصل، محنة تنازع الولاءات، ومحنة العبورية المشتتة. لنبدأ بالمحنة الأولى، ما زلت في المعاينة الأولى. المحنة الأولى هي محنة تمجيد الأصل. أنتم تعلمون أن اللبنانيين اشتهروا بتمجيد أصولهم المتخيلة، أصول متخيلة، والمثال الأبلغ على ذلك ملحمية سعيد عقل اللبنانية وغنائية الأخوين الرحباني المسرحية، وكلتهما تخدران في الوعي اللبناني الإحساس العلمي الموضوعي الذي يجعل الناس يحللون الواقع تحليلاً أميناً ويصفونه وصفاً صائباً ويعالجونه علاجاً ملائماً. يقابل هذه المحنة
رد فعل عكسي يقضي بإنكار الذات اللبنانية الجماعية وكل ذات لبنانية وجلدها وتحقيرها وتحقير النزوع الوطني اللبناني البريء على وجه الإطلاق. هذا رد فعل، والأمثلة على هذه الانتكاسة كثيرة في أدبيات الإيديولوجيات السياسية القومية السورية والعربية والإسلامية في تطرفها الإنكاري. إذا من جراء سمة الغفلية، غفلية غفل، يقال ناقة غفل أي لا سمة عليها، أو شعر غفل لا يعرف قائله، أو رجل غفل لا حسب له. الغفلية المجهولية، من جراء هذه الغفلية يتملك الذات اللبنانية شعور شديد بالحاجة إلى الشهرة. تسألون أنفسكم من أين يأتي عشق اللبنانيين للشهرة؟ من هذه الغفلية. أنونيما يتملك هنا شعور شديد بالحاجة الماسة إلى الشهرة تعويضاً وعلاجاً للمجهولية المنتصبة في الأصل، الأصل الملتبس. واللبنانيون كما تعلمون يعشقون الشهرة أو المشهورية، مشهور إنسان مشهور، ويبذلون في سبيلها الغالي من أملاكهم وأعراضهم ومبادئهم وأخلاقهم. وأشد ما يستهويهم في هذه الشهرة قطاعان، قطاع الفن وقطاع السلطة أو قطاع السياسة. كل من صدح بصوت عندليبي صباحي يكتسب في ذاته ادعاء الفنان العظيم والممثل العظيم و و و أغلب اللبنانيين لا يهنأ لهم عيش حتى يفوزوا بفتات من الشهرة في هذين القطاعين. وكم من الأطباء والقضاة وأساتذة الجامعة والمفكرين ورجال الاقتصاد الناجحين لا يهنأ لهم عيش حتى ينخرطوا في ميدان السياسة، حينئذ يشعرون بأنهم حققوا ذواتهم. والحال أن في المجتمعات الغربية الأوروبية التي أعرفها وعشت فيها يهربون من السياسة، أغلبهم أغلب النخب تهرب من السياسة. أي المحنة الأولى، إذن المحنة الأولى محنة تمجيد الأصل ومستتبعات، والمحنة الثانية هي محنة تنازع الولاءات في جميع مستويات الوجود اللبناني الفردي والجماعي، الوطني والسياسي والثقافي والاجتماعي. تقترن هذه المحنة، محنة تنازع الولاءات، بأزمة تعدد الأسرة أو المخادع الزواجية التي منها نشأ الكيان اللبناني. إذا كان الأصل موصوماً بالزنا على سبيل المجاز ميتافور، فالمنتهى يفضي حدماً إلى رغبة انتحارية تقضي بقتل الأباء الذين أخصبوا السرير الزواجي الأصلي. الاضطراب النفسي الذي يولده مقام الابن اللقيط، لبنان كابن لقيط في اللاوعي اللبناني الجماعي، المتحدد من روابط زواجية متنوعة الإخصاب، هذا الاضطراب يجعل الوعي اللبناني الفردي والجماعي في حالة تأزم، يجعل هذا الوعي مستهتراً بالأصول، مستهزئاً بالمبادئ، مستخفاً بالنواميس والأحكام، متاجراً بالقوانين والأعراف والقواعد. أنا أقول بتعدد الأسرة الزواجية أي بتعدد المنشأ، لأن الأصل يتناوله اللبنانيون في تأويلات متصارعة حتى الاحتراب. قد يكون هناك أصل وسرير واحد ومنشأ واحد للكيان اللبناني، ولكن صراع التأويلات أبطل إمكان استخراج هوية جامعة مانعة، ولذلك قلت بالهوية الضائعة. إذا كان الأصل ملتبساً، فكل ما ينبثق من هذا الأصل يجب أن يتصف بسمات الالتباس والتمويه والتذبذب والترجرج والتمايل والتحايل. ولذلك
تغلب على الذات اللبنانية سمات الغموض الكياني الذي يتجلى في مسلك اللبنانيين في جميع حقول الوعي والفعل. وهنا نعلم كيف أن اللبنانيين قادرون على جمع المتناقضات في ولاءاتهم الفكرية والاجتماعية والسياسية والدينية، والأمثلة لا تحصى عن اللبنانيين الذين ينهجون نهجاً ما في النهار ويخالفونه في الليل، ويسلكون مسلكاً ما في العلن ويناقضونه في الخفاء، ويقفون موقفاً ما في المجتمع الأرحب ويبطلونه في المجتمع الأصغر والدائرة الصغرى. وعليه فإني أعاين انجراحاً أليماً في الوعي اللبناني ينضاف إلى الانجراحات الثلاثة التي تحدث عنها فرويد، وأذكركم بها سريعاً. فرويد تحدث عن انجراح أصاب اليقين الجواني القاتل بمركزية الأرض في الكون، حيث أثبتت الكوسمولوجيا أن الأرض كوكب مسير خاضع لنظام المجرة التي تستغلق عليه، وهي مجرة من مئات مليارات المجرات التي تستوطن الكون الرحيف. الأرض ليست مركز الكون. الانجراح الثاني، هذا انجراح كوزمولوجي، الانجراح الثاني نال من عنفوان الصدارة الإنسانية في الكون، حيث برهنت البيولوجيا أننا نتشارك تشاركاً عظيماً في بنية الكائنات الحية الأخرى النباتية والحيوانية، فليس لنا من خصوصية بارزة تميزنا من سائر الكائنات الحية. وهذا الانجراح أحدثه البحث الذي أنشأه داروين في استجلاء القواسم المشتركة بين الحيوان والإنسان. أما الانجراح الثالث، هو الانجراح الذي أحدثه فرويد عينه، فأثخن وعينا الذاتي باستدماء عميق، حين أظهر التحليل النفسي أن الذات الإنسانية، الوعي، ما ندعوه بالوعي، خاضعة في قراراتها لشبكة شديدة التعقيد من الاعتبارات الملتبسة والرغائب المكتومة والتشنجات الأليمة والأحلام المجهضة، وهذه كلها تلتئم التئاماً خفراً في قاع اللاوعي. فالذات يسيرها أيضاً اللاوعي. اكتشاف اللاوعي جرح في المثالية، مثالية الأنا التي تدعي أنها تسيطر على جميع أفكارها وأقوالها وأفعالها. من الضروري في السياق اللبناني أن نضيف انجراحاً رابعاً يؤلم الذات اللبنانية على وجه الخصوص. عنيت به هذا الانجراح، انجراح الأصل الضائع، الهوية المتخيلة أو المنشأ الخلافي، المجهولية الولادية. وأعتقد أن الانجراح الرابع هذا يفعل فعله الخفي في مطاوي اللاوعي اللبناني، ويملي علينا أحكام تبعاته نتائج أثاره. وإذا ما انضاف إلى الانجراحات الثلاثة، لأننا نتشارك الإنسانية في هذه الانجراحات، فتصبح أزمتنا شديدة الخطورة. المحنة الأولى، المحنة الثانية، المحنة الثالثة هي محنة العبورية المشتتة. إذن بسبب من التباس الأصل، سبب من العجز عن الإمساك بهوية واضحة المعالم، يشعر اللبنانيون بأن كل وقائع الوجود هي على صورة الأصل الضائع، الغائر، الغامض. فإذا بهم يحيون بحسب منطق الغموض الدائم والقلق المضطرد والارتجاف الكياني الضاغط، وهذا كله يؤدي إلى الترحالية العشوائية والعبورية الدائمة. حين يتعاطى اللبنانيون شؤون الوجود الإنساني، يهيمن عليهم شعور بالعبثية تحدث بهم وتكتنفهم من جراء هذه الزائلية أو العبورية المشتتة التي تضرب عليهم طوقاً حديدياً لا خلاص منه. ولذلك حين يختبرون هذه الطارئية الداهمة، يبيحون لأنفسهم كل أصناف التجاوزات. حين يقول لبناني لنفسه كل شيء زائل، كل شيء عابر،
ما من ممسك، ما من حقيقة، ما من وضوح في الهوية وفي فهم الواقع وفي الاتفاق على أساسيات الوجود، فهو يبيح لنفسه كل أصناف التجاوزات التي تمنحه الشعور ببعض من النجاة والبقاء على قيد الحياة. والأمثلة كثيرة، أذكر مثلا بسيطا كاريكاتوريا، حين يعمد إنسان إلى بناء منزله وتمنحه البلدية والتنظيم المدني والدولة بأجهزتها كل المسهلات، لا يهنأ له عيش حتى يحصل على استثناء في مخالفة بند من بنود قانون الإعمار أو العمار، قانون المدني، لا يهنأ له. حين يحصل على مخالفة يشعر بأنه حقق عمارته المرجوة، وهذا مرتبط بهذه المهنة. أنهيت المعاينة الأولى وأنتقل إلى المعاينة الثانية، وعنوانها الإنغماسية الطائفية وانعدام الاستقلالية الفردية. كل شيء على ما يرام، تتابعون العرض أكثر من ما يرام. عظيم، سأواصل فعلا. المعاينة الثانية، الإنغماسية الطائفية وانعدام الاستقلالية الفردية. اللبنانيون كتل عشيرية قبيلية صماء، عشيرة قبيلة، يصارع بعضها بعضا ليقصي بعضها بعضا في تزاحم مرضي قل نظيره. ولذلك ربما لا يصح الحديث عن الذات اللبنانية الفردية لأنها شبه منعدمة. أين هي هذه الذات في الوجود اللبناني التاريخي؟ الموجود الفعلي القائم الفاعل النافذ هو ليس هو الذات، هو الأسرة، العشيرة، قبيلة، جماعة، طائفة. وباستثناء هذه التكتلات المتشنجة، لا وجود للأفراد اللبنانيين القائمين بحد ذاتهم، الممسكين بقرار وجودهم، الصانعين هويتهم التاريخية، الفاعلين، المؤثرين، النافذين في رسم مسار حياتهم وصوغ معنى فرديتهم. إذا كانت الجماعات اللبنانية قد نشأت في غموض هويتها الأصلية، نشأت كتلاً عاجزة عن تقرير مصيرها بذاتها. ونحن نعلم أننا في السياسة نعجز حتى الآن عن أن نقرر مصيرنا بذاتنا. إذا كانت الجماعات عاجزة، فما بالنا بالأفراد الذين يعانون سطوة الجماعة عليهم، يعانون عجز الجماعة عن الإمساك بقرارها الذاتي. وعليه في هذه الإنغماسية الطائفية، الذات اللبنانية تعاني الأمرين، لأنها تبحث عن ذاتها وعن وجودها الفعلي وعن قرارها الحر المستقل. ولذلك في هذا السياق يمكننا القول بأن الذات اللبنانية إن وجدت إنما تولد في عذاب الاستباحية، هي مستباحة، في عذاب الاحتلالية، وسأقول قولا أيضا عظيما، في عذاب الاغتصابية، هي مغتصبة بالمعنى المجازي. الذات اللبنانية يستباح مقامها بطلب العرض، ولشدة هذه الاستباحة أصبحت هي تستبيح ذاتها طوعا، لأنها لا تثق بأصالة ذاتها، وفي هذا مفارقة عجيبة. من مفارقات الذات اللبنانية في هذا السياق في المعاينة الثانية، أنها لشدة ما استباحها الدهر في صورة الجماعة المهيمنة والغريب المحتل، انتهت إلى وضعية نفسية اختلالية، وضعية نفسية اختلالية تشبه الإنكار الذاتي. الذات اللبنانية أضحت شبه مقتنعة بأنها غير موجودة، فآثرت أن تعفي نفسها من مسؤولية الوجود، وارتاحت إلى الشعور المرضي بالتجسد في الآخر، وكأن بها مسرورة بأنها أعفت نفسها من مسؤولية ذاتها.
ولذلك يعاين المرء هذه الذات، الذات اللبنانية، تنساق طوعاً إلى الاستقواء بالآخرين في جميع مستويات الفعل التاريخي اللبناني. الذات التي لا تؤمن بذاتها تسوغ لذاتها حتى تستكين وترتاح، تسوغ لذاتها جميع ضروب الإنكار والخيانة لكي تصبح قالباً فارغاً يحتمل جميع أنواع الامتلاءات الرسومية، ما يرسمه عليها الآخرون، الامتلاءات الرسومية، وجميع أنواع الإملاءات الأمرية، ما يأمرها به الآخرون، إملاءات، أملي عليك. من مفارقات الذات اللبنانية أيضاً أنها أضحت تثق بالغيريات المتسلطة عليها ثقة تتجاوز حدود السوية النفسية. من وراء هذه الثقة المفرطة أو المفرطة يختبئ شعور مرضي بالحاجة إلى التنصل من المسؤولية، مسؤولية الوجود اللبناني المربك، مما يتيح اتهام الآخرين في حال الإخفاق. مش أنا، هن. وهذا خطاب نسمعه في جميع الميادين ولا سيما في الميدان السياسي، الحاجة إلى التنصل من المسؤولية. أما النتيجة الواضحة المتأتية للذات فهي انبثاق الزعيم الذكوري المقتدر الجبار الذي يجسد كل الأحلام المحبطة، الأحلام المحبطة أو المحبطة، أحلام محبطة ومحبطة. الذات اللبنانية ترغب رغبة شديدة في انبثاق زعيم قائد ذكوري مقتدر جبار تلتجئ إليه لكي تحقق ذاتها به وفيه. فما تعجز عنه الذات ترميه في عهدة، في حضن القائد المؤله الذي تتعاظم قوته بتعاظم الإسنادات المرضية التي التي تمنحه إياها كل ذات عديمة الوجود، إسنادات مرضية نمنحها لهذا القائد المؤله. الذات العديمة الوجود يحلو لها أن تمنح، أن تنسب نسباً مرضياً إلى القائد المؤله كل أحلام التحقق الذاتي، لأنها ذات عديمة الوجود، سليبة الهوية، فاقدة القدرة، سقيمة المبادرة، طريحة اليأس الاستسلامي والخنوع الذوباني. هذا في المعاينة الثانية. المعاينة الثالثة، أوشك الوقت أن ينقضي، المعاينة الثالثة تساكن عقدتي الاستنقاص والاستكبار. من عجائب الذات اللبنانية أنها في الوقت نفسه تسلك مسلكين متناقضين في الظاهر، هما مسلك الدنيا ومسلك الفوقية. تسلك الذات اللبنانية مسلك الدنيا لأنها تدرك هشاشة المباني المبهمة التي نشأت عليها منذ الأصل الغامض الأول، وتسلك مسلك الفوقية بسبب نزعة التبجيل الذاتي العنجهية للفرادة اللبنانية، وهي عنجهية تعويضية. هي ذات دونية، أين هي ذات؟ أين تتجلى دونيتها؟ هي ذات دونية في الوضعيات التي تذكرها بخوائها، بفرارها، استباحتها، بخنوعها وانصحاقها أمام الغيريات المهيمنة، وهي ذات فوقية في الوضعيات التي تزين لها أنها قادرة على الانعطاف من هذه الدنيا الكيانية. مثال على هذا التناقض يتجلى في مسلك اللبنانيين أمام الاستحقاقات الأساسية في جميع ميادين القرار الوجودي. فاللبناني دوني في حضرة الأقوياء، فوقي في حضرة الضعفاء. مثال: المختار فوقي أمام أهل بلدته، دوني أمام رئيس البلدية.
رئيس البلدية فوقي أمام مرؤوسيه دوني أمام المحافظ، المحافظ فوقي أمام عماله دوني أمام الوزير، الوزير فوقي أمام موظفي الوزارة دوني أمام رئيس الوزراء، رئيس الوزراء فوقي أمام الجميع دوني أمام أصحاب السلطان الإقليمي والدولي. أنا هذه مأساة، مأساة الذات اللبنانية. وما يصح على الذات اللبنانية في الحقل السياسي هذا إنما يصح عليها في جميع الحقول الاجتماعية والاقتصادية والتربوية. من جراء تساكن الشعورين المتناقضين هذين يظن اللبنانيون أنفسهم فوق كثير من مجتمعات العالم الثالث في مسألة مثلا الثقافة المتنوعة على سبيل المثال، يظنون أنفسهم حتى فوق كثير من المجتمعات الغربية في مسألة الشطارة، الفطنة، الحنكة، التأقلم، التكيف. وفي الوقت نفسه يتصرفون تصرف القاصرين الخاضعين الذليلين في مسائل السيادة الوطنية، مسائل الهوية الأصلية، مسائل أيضا الاستعطاء المالي الشهادي. أوجز المعاينة الرابعة والأخيرة، عشق الظواهر. اللبنانيون يعشقون الظاهر ويسترهبون الباطن، وهذا ما توسعت فيه في كتابي أهؤلاء هم اللبنانيون. بسبب الالتباس البنيوي في الهوية الذاتية يفضل اللبنانيون الاستمتاع بأوهام الظاهر المتناثرة العابرة، ويحجمون عن مواجهة الحقائق، حقائق الباطن الموجعة المستفزة. لماذا يخاف اللبنانيون من الباطن؟ لأنهم يخافون الاضلاع بمسؤولية الذات الملتبسة الأصل. يخافون من الباطن لأنهم يخافون الاضلاع بمسؤولية التحليل التفكيكي والمراجعة النقدية والمبادرة البنائية، لأنهم اقتنعوا بأن الإعضال البنيوي الذي أصابهم وأصاب ذاتهم الفردية والجماعية لا علاج له، ولذلك هم ينكفئون إلى التلهي بملذات الظاهر المخيبة، لبل يفضلون خيبات الظاهر على تحديات الباطن. ومن ثم فهم يحيون في وهم تصريف الزمان الوجودي، وهم تصريف الزمان الوجودي وفقا لاعتباراتهم الضيقة، فيخلعون على الإخفاق صفات النجاح وينعمون بإنجازات اللحظة الفاتنة، ويتخدرون بأقوال ينظمونها خلافاً لحقائق الواقع. وهم في هذا الأمر شبيهون بالعرب الذي قيل فيهم إنهم ظاهرة صوتية. الكلام هو الواقع عند اللبنانيين، الخطاب هو الحقيقة وليس الواقع الموضوعي. عشق الظواهر هذا يفضي باللبنانيين إلى إنكار الواقع، إلى تصوير الواقع تصويراً يناسب أحلامهم المكبوتة، حتى لا يصبح القول المنظوم هو الواقع بعينه ويختفي الواقع من أمام أعينهم. ولذلك لا عجب من أن يكون اختفاء الواقع قد أبطل كل محاولات النهوض والترميم والإصلاح والتجديد. لماذا تخفق كل مبادرات الإصلاح والتقويم والتغيير والتجديد منذ أقدم العصور، منذ فؤاد الشاذلي؟ لأن اللبنانيين لا يتعاطون مع الواقع، يبتكرون واقعا ويعالجون واقعا مبتكرا، وهذا العلاج عقيم لأنه لا يصح على الواقع الحقيقي. هذه كلها أفعال النهوض والترميم والإصلاح والتجديد، أفعال لا تستقيم إلا حين تنطبق عناصرها الوصفية والتحليلية والتغييرية على واقع قائم بمعزل عن تضارب التأويلات التي ينسبها اللبنانيون إليها. فالحادثة عينها كما تعلمون يختلف اللبنانيون في وصفها اختلافاً يفضي بهم إلى إلغائها وأبطال مفاعيلها في أذهانهم. المثال الأبلغ نشرات الأخبار، الحادثة عينها في مقدمات الأخبار التي هي مقدمات إيديولوجية
تتغير طبيعة الحادثة بحسب المنظور الإيديولوجي الذي تعتمده نشرة الأخبار اللبنانية. هناك شرعية معتمدة في صراع التأويلات، معروفة في الحقل الفلسفي، نتحدث عن صراع التأويلات، وأبرز من قال بذلك بول ريكور، كونفلي دي انتربريتاسيون، هذا أمر مشروع. أما التأويل الذي يلغي الواقع من أصله ويستبدله بواقع آخر فهو من اختصاص الذات اللبنانية السقيمة المعتلة. هذه المعاينة الرابعة، معاينة عشق الظواهر، تفضي بنا إلى القول بأننا أصبحنا على شفير الهاوية، ولذلك ينبغي لنا أن نستعيد المبادرة وأن نضم جهودنا لكي نخرج برؤية واقعية لجميع هذه الاعتراضات الإشكالات. لم أتناول في محاضرتي خصال الشخصية اللبنانية، حسناتها وفضائلها، وهي موجودة، لأني أعتقد أن هذه الصفات الإيجابية، تدعو للخاتمة، هذه الصفات الإيجابية لو كانت ناشبة في العمق وفاعلة فعلا إصلاحيا تغييريا في الذات، لما انحرف الاجتماع اللبناني انحرافا خطيرا أفضى به إلى مشارف الانحلال في جميع ميادين الحياة. شكرا على الاستماع والاهتمام بما سقته في هذه المحاضرة. الكلام لكم. شكرا، شكرا جزيلا دكتور، مداخلة كتير قيمة، يعني خدرتنا صراحة بهذا الكلام، بس التخدير الإيجابي قد ما كلامك حقيقي ومسنا كلنا. دكتور، في عنا مداخلة مع أدونيس من فرنسا مباشرة، عم يحكي لنا، بده عليك سؤال. تحياتي أدونيس. أهلا بك، كيفك؟ تسلم. الدكتور مشير هون معك، تفضل. طيب الدكتور عم تسمعنا؟ اي عم بسمعك. اي تفضل تفضل، نحن عم نسمعك. طيب اولا اسمحوا لي ان احيي الاساتذه كله المشتركين في هذا المؤتمر واحدا، واسمحوا لي ايضا ان اشكر الذين نظموه واشرفوا عليه الثانيون. شكرا. وأنا أشكر أيضاً الحضور المتابعين واحداً واحداً. تسلم تسلم. بسيطة وتملي حدودها معرفتي المحدودة في العلوم النفسية والسوسيولوجية، ولذلك ستكون مختصرة في سؤال أوجهه إلى الأستاذ مشير بشير عون. صباح الخير أستاذنا. يا اهلا 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 صديقي العزيز، يا اهلا. السؤال يدور حول ما سميته في كلمتك العميقه والمضيئه العبثيه اللبنانيه، حول العبثيه اللبنانيه. وكنت سابقا قرات مصادفه للفارابي كلمه اظن انها تنطبق تماما على اللبنانيين كما تصفه في هذه المقاله العميقة، ويجب أن أقول الجريئة أيضا. الكلمة تقول للفارابي: كل موجود في ذاته فذاته له، وكل موجود في آلة فذاته لغيره. أعتقد نعم ذلك تعيد في آلة، ولذلك فإن ذاته لغيره وليست له. المسألة بالنسبة إلي هي أن نسمي هذه الآلة، أن نحاول أن نسمي هذه الآلة. بالنسبة لي هذه الآلة هي في أساسها دينية، خصوصا أن الدين في لبنان في الممارسة العملية الاجتماعية الشائعة، الدين سياسة
وليس لاهوتا او فكرا او فنا او فلسفه. والمساله اذن كيف يخرج اللبنانيون من هذه الاله، ولماذا يرفضون هذا الخروج؟ واضيء هذا السؤال بتجربه قرن كامل، ان جميع الحلول التي كانت تقدم لمشكلات لبنان تتم في افق الماضي، تحسين وتسهيل وترضيه والى اخره، ولا نجد اي حل يتم في افق المستقبل. واذا سالني احد الحضور او احد المستمعين طيب وانت ما رايك، ساقول باختصار شديد، طبعا انا ساستمع الى رايك اولا، انه لا مخرج على الاطلاق في رايي الا بعقد اجتماعي جديد لارساء اسس لمجتمع جديد بعلاقات مدنيه جديده فيما بين اللبنانيين، وفي معزل كامل عن الانتماءات الدينية أو المذهبية أو العرقية، وبانفصال كامل بين ما هو ديني خاص بالفرد وحده ولا يلزم أحدا غيره. طبعا يجب أن نحترمه جميعا وندافع، هذا حق، وبين ما هو سياسي ثقافي اجتماعي من جهة ثانية. دون ذلك سيظل لبنان آلة، سيظل كرة تتقاذفها إرادات العالم. وأنا سأصغي إليك أحبك وبانتباه وباحترامك. شكرا 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 عزيزي. ماذا نفعل؟ أجيب أو أنتظر؟ تفضل دكتور. ايه اول شيء نعم عم تسمعنا؟ ايه عم بسمعكم. ايه عم يسمعنا ادونيس. تفضل دكتور. ايه اول شيء بشكر صديقي ادونيس على اهتمامه بما كتبت بهالمقاله العبثيه اللبنانيه احتفالا بالمئويه الاولى، واظن انه ما ساقه من اقتباس من شاهد من نص عربي اصيل يعبر عن المشكلة البنيوية. يعني هو يتحدث، إذا أخذنا مفهوم الآلة يمكن أن نستبدله بالبنية، البنية الاستيلابية التي تهيمن على الوعي اللبناني. أنا أعتقد كما يعتقد أدونيس بأن المجتمعات العربية تعتبر أن الدين هو المكون الأساسي للاجتماع الإنساني. يعني مشكلة لبنان أن الجماعات اللبنانية، الطوائف اللبنانية ليس لها أي عنصر آخر تلتزمه عنصراً مكوناً لذاتيات غير الدين. يعني مثلاً ليس من جماعة اللبنانية تعتبر أن الفن هو مؤسس لهويتها. طالما مدام أن الجماعات اللبنانية تعتبر أن الدين مؤسس لهويتها، فليس لنا من خلاص من هذه الطائفية اللبنانية، وهي طائفية يعرف أدونيس معرفة عميقة، هذه الطائفية موجودة في المجتمعات العربية كلها. ومشكلة لبنان أنه لا يستطيع وحده أن ينعتق من هذا التلازم المرضي بين الدين والهوية الجماعية التي يجب أن تصبح هوية إنسانية ووطنية، ما دام العالم العربي لم يبلغ ثورته الحديثة. ولذلك في مقالي عن الربيع العربي واستحالة الفلسفية للربيع العربي أظهرت ما يعوق انبثاق الثورة العربية الحقيقية التي تبدل تبديلا جذريا في الوعي العربي. مشكلتنا في لبنان وفي المجتمعات العربية أننا لم نستطع أن نبني هويتنا الجماعية إلا على الدين.
والحال أننا يمكننا أن نبني على اللغة، على الأرض، على الفن، على اعتبارات إنسية أخرى، على المشترك الإنسي الإنساني، على حقوق، على شرع حقوق الإنسان، على قيم حقوق الإنسان. لما البناء على الدين؟ هذا هو الجواب الذي يمكن أن يعني أن نستجليه معا أدونيس وأنا حتى نبلغ إلى فهم ملائم للتلازم المرضي بين الجماعة، الهوية والدين بما هو عنصر مكون للجماعة. يعني اللبنانيون ينبغي أن يعينوا، يحددوا، يعرفوا أنفسهم بما هم بشر، ناس ينتمون إلى الجبلة البشرية، ومن ثم لبنانيون. حينئذ تسقط مسألة الطائفية سقوطا يعني نهائيا. لكن كيف يمكننا أن نصل إلى هذا النضج؟ ما السبيل؟ هل الثورة العنفية؟ هل الإسهام الفكري الذي أتى به أدونيس كافن وغير أدونيس كافن؟ لنا إرث من الوعي النهضوي العربي يمتد على قرنين. ما أثر هذه الأفكار النهضوية في تغيير الذهنيات العربية واللبنانية؟ أكتفي بذلك وأشكر لصديقي أدونيس اهتمامه بالمقالة وبالمحاضرة، وأشكر له سؤاله العميق والمستفز للعقل العربي واللبناني. أدونيس معنا حضرتك؟ كل الشكر دكتور. نتشكرك كثير على المداخلة. شكرا حبيبي. شكراً. شكراً جزيلاً وإلى الأمام. شكراً أستاذ مشير. يخلي لي إياك. شكر لإلك. تحياتي. يعطيك العافية دكتور، يعني مداخلة كثير قيمة. ما فينا ما عندنا كلمات نعبر قد إيه إحنا بحاجة لنسمع هذا الكلام. كلنا كنا بحاجة، هذا القطاع النفسي بحاجة لنسمعك، وبحاجة لنسمعك أكثر وأكثر بالأيام الجاية إن شاء الله. ما تشغلوني كثير لأنه ليل نهار عم بشتغل فيها هيدي، صرت هالمحاضرة. أنتوا سجلتوها؟ صح سجلناها. نحن سجلناها وأكيد نحن حنرجع نعيدها مرة ثانية وحنرجع ننشرها. تريبي، إذا مسجلة هيك بتفيد. أكيد مسجلة. أوكي. يعطيكم العافية جميعاً، يعطيك العافية دكتور. ونرجع لكم. اوكي. شكراً. يا أهلاً، يلا بالتوفيق. شكراً جزيلاً دكتور. شكراً. تحياتي.